اول وصفه، وصفه دجاج البريشتا المشوي، عباره عن ايه؟ معايا 3 صدور من الفراخ مدقوقين مترققين كده شويه، مش رقيقين قوي، لا يعني سمكهم حلو، بس الكم خبطه اللي بنخبطهم على الفراخ بتفتح الانسجه وبتديها كده ايه، بتوسع حجمها علشان نقدر نحط عليها المكونات اللي احنا هنحطها فوقيها. ومعايا بقى ايه؟ التوابل اللي انا هتبل بيها الفراخ. معلقه كبيره من التوابل الايطاليه، التوابل الايطاليه دي مجموعه توابل كده هتلاقيها بتتباع عند العطار او في السوبر ماركت، عباره عن ريحان، زعتر، روزماري، تشكيله كده من الثلاث توابل دول على بعض هنتبل بيهم الفراخ. لو ما عندكيش التوابل الايطاليه وعندك نوع واحد بس من التوابل دي هينفع وهيبقى ظريف جدا، مفيش مشكله. وهنحط كمان مع التتبيله معلقه صغيره من الثوم البودره وملح وفلفل اسود، وهنتبل الفراخ حلو جدا، وهنحط كمان معاها معلقتين كبار من عصير الليمون. وفي الاخر بعد ما نتبلها كويس هنحطها في صينيه الفرن ونحط عليها من فوق جبنه بقى موتزاريلا، هنحط طماطم تشيري او حتى شرايح طماطم زي ما انتم عايزين، ومعانا كمان شويه ريحان، ورق ريحان فريش هنحطه على الجبنه والطماطم من فوق، وندخل الفراخ الفرن تتشوي. خطيره، هتعجبكم جدا. انا هطلع بوله هنا اهو، وهنحط التوابل الايطاليه، وهحط الثوم البودره كده في البوله دي عشان اجهز تتبيله الفراخ، وملح وفلفل، ملح وفلفل وعصير ليمون بس كده. هي دي تتبيله الفراخ كده اهو، الثوم البودره، التوابل الايطاليه، عصير الليمون، ملح وفلفل كده. وبصوا بقى صدر الفرخه اهو حجمه حلو، وماخد له كده كام خبطه كده بحيث انها ايه يفتح انسجه الفراخ، ونحطها كده في التتبيله كده. هجيب هنا الصينيه كده جنبي علشان كل شريحه اتبلها اطلعها على ايه صينيه الفرن كده اهو. هنقوم حاطين عليها بقى بعد كده من فوق الجبنه الموتزاريلا والطماطم التشيري، ممكن كمان ايه يعني نحط الريحان، او نستنى لما الفراخ تتشوي وتطلع من الفرن، مش هياخد وقت كتير، هي تاخد بالكتير قوي 25 دقيقه مثلا. هي دي الفراخ الظريفه، هنحط كده بس يعني زيت كده خفيف قوي، يعني معلقه كبيره كده من فوق، وبعدين الجبنه بقى الموتزاريلا على وش الفراخ هنا كده بالشكل ده كده اهو. بس هتطلع معاكوا ظريفه وطعمها حلو، وزي ما اتفقنا سهله. ويا سلام بقى لو انت مثلا لسه مخطوبه بقى او عروسه جديده وعايزه تعملي عشوه كده في الانجاز شكلها حلو كده وحركات، تقومي عامله الوصفه الحلوه دي، ونصاص كده من الطماطم التشيري كده اهو، هيبقى طعم الورق الريحان معاهم ايه خطير. بس كده بشكلها الحلو ده، فرن سخن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 تقريبا 25 دقيقة، هتلاقي الجبنة ساحت والفراخ استوت وبقت هايلة، تقدري تتأكدي كده من على جنب كده الفراخ هتبقى شكلها باين انها استوت والجبنة ساحت وبقت تحفة. ان شاء الله تجربوها تعجبكم. احنا ممكن نرش رشة خفيفة قوي من الملح والفلفل على بس الريحان والطماطم، هيطلع شكلها كده ايوة زي ما استاذ احمد جابها لكم كده. بس ما تنسوش اللي انا بعمله دلوقتي ده، رشة ملح وفلفل خفيفة كده من فوق على الجبنة الموتزاريلا والطماطم التشيري والريحان.